والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الشمال المحرر من أرض جرابلس نوجه نداء وكلمة حق عند سلطان جائر. نحن أهالي المنطقة الشرقية الحسكة الرقة دير الزور نقول للقادات الشمال المحرر والله لا يسكتنا فعلكم الشنيع الفعل الذليل، لا أنتم ولا جنودكم ولا من يتبع لكم، سنتكلم بكل ما آتانا الله به من قوة. اليوم أحد رموز وجهاء الرقة أبو دحام أبو عبد العزيز تكلم كلام حق بأحد الاجتماعات، وقام قائد السلطان مراد فهيم عيسى باعتقاله ووضعه في السجن. لم يحترم كبرته شيبته ولا منصبه ولا ثوريته. فنحن من هنا نوجه كلام ونقول كلنا معه، لا تسكتون لا أنتم ولا الأكبر منكم. بشار الأسد ما سكتنا عن قول الحق، ولما خرجنا من الأراضي خرجنا لأنه بدنا نتكلم الحق، وراح ننضح بالحق ونتكلم بالحق. فنقول لكم معاكم مهلة 24 ساعة، يا يطلع أبو دحام أبو عبد العزيز الشيخ دحام، يا تشوفون منا ما راح تشوفون ولا يسركم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الله أكبر 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 أبو دحام أبو دحام أبو دحام أبو دحام أبو دحام أبو دحام أبو دحام. جزاك الله خير.